كان في جاهية في لنا إحنا ما نقدر نا أنت ذاتك كان ليال طلق أنت لسه فكر بتاعك بكون بأنه عدانا كان واقب على ليال أنت عشان تعمل أكل ليال ما بتقدر تستغر عشان أنت تعمل أكل ليال ذاته. أنا اسمي عبد العظيم الحادي ودي مرة بتاعتي نصرة سعيد. أنا تزوجتها من 2005 لغد الآن 14 سنة. دي خمسة، أربع بنات ولد واحد. أنا جيت اللاجئين هنا في 2014 في كامب تاع جونكوك. أنا كنت كان ما قد أشتغل أي حاجة بس مرة بتاعتي بتشتغل كل شيء في البيت. أنا كنت كان ما قد أشارك في عمل مع المرأة في البيت. ما قد نشعر بأنه أنا زي زول قدام ساي. درت ورشة بتاعت الزواج بتاعت سمارتن بتحدث عن الزواج قبل سنة. ورشة بتاعت الزواج ساعدني لأنه فيها حاجات أنا كنت كان ما قد أعمل لكن بقيت نعمله زي المشاركة بتاعت الشغل في البيت مع المرأة. A lot of couples have experienced conflict and trauma in their marriages. As Samaritan Spurs, we have developed a marriage training course. تعلمت لأنه بمحبة. أنا محبة لأنا اتعلمت في الكتاب المقدس ياو خلانا انا بقيت نحب مره بتاعتي بمحبه زي ما المسيح حبانا. نعم من زمن بتاعت الورشه لغايه دور الليله انا قاعد نطبخ وبغسل وبعمل مكوه وبشتغل شغل بتاع البيت وبحمي شفه وهي بقى شراكه يعني. أنا كنت بشعر بالمحبة وفرح في قلب بتاعي لراجل بتاعي. الناس بتعدس وبتكلموا عننا لأنه نحن بقينا نعيش حياة المحبة بدون مشاكل. أنا بشكر ورشة بتاع الزواج. أنا بحب راجل بتاعي. أنا بحب مرة بتاعتي.